جايز كنقرا الميساجات ديالكم ديما وكنلقى بزاف ديال الاسئله كيتعاودوا في لي ميساج غنجاوب عليهم ان شاء الله في ستوري الجايين. يعني في ستوري الجايين داك الاسئله كاملين تقريبا كيبقاو تيتعاودوا في بعض الميساجات غيكون منهم سؤال ديالك غنجاوب عليه. الاخوان السؤال الاول خويا سيمو كيفاش نتعلم التجاره الالكترونيه وفين كاينه الدوره ديالك؟ الاخوان الدوره ديالي فابور كتدخل كتفرج فيها فابور ما كتخلص حتى شي حاجه غتخلي يوتيوب تكتب سميتي سيمو لايف دخل الشانيل ديالي كليك على فيديوز كلشي محطوط تمايا توكل ملي غادي تدخل الشانيل ديالي غادي تبدا بالفيديو الاولاني اخر تسعود خليك معايا اخر تسعود غادي تبدا بالفيديو الاولاني اللي كتشوف فيه التجاره الالكترونيه غتبدا بشرح لك داكشي من الزيرو ما غتبقى خاصك حتى شي حاجه شرح بالخشيبات غادي معاك دقه دقه حتى تبدا تجيب المبيعات. الا جمعتي دوك تسعود ديال الفيديوهات التوتال اللي فيهم سبعه السوايع يعني الا درتيهم ساعه في النهار راك قضيتي الغرض وتعلمتي وغادي تبقى انت كتقرا وكتسجل في الدفتر عندك وغادي دوز من وراها للتطبيق لان خاص تطبق داكشي باش تشوف النتائج. يلا خويا سيمو واش هاد الدورة هادي صالحة غير الناس اللي تخدم في المغرب؟ لا خدامين بها الاخوان في الجزائر مرونين بها الاخوان في الخليج خدامين بها في كاع الدول خدامين بها الدروب شيبينغ في اوروبا خدامين بها الخوت في الميريكان خدامة ايفري وير في اي دولة ممكن تخدم بها. رانا ماشي شرح لك شي طريقة يعني تتبدل من الدولة للدولة من الوقت للوقت لا انا شرح لك الكونسيبت ديال التجارة الالكترونية الاي كوميرس من الاول حتى الاخر من تحل المتجر ديالك تجيب لي برودوي منين تجيبهم كيفاش كيفاش تجيب المبيع شرح لك كل شيء. دونك الاخوان احنا سالينا مع هذا السؤال هذا ديال خويا انا عايش في الامارات واش هادشي خدام ليا خويا انا عايش في فرنسا انا عايش في الطاليان انا عايش في امريكان انا عايش في اوروبا خدام ايفريوير شد داكشي فهم الكونسيبت بدا التطبيق دوز التطبيق تشوف النتيجه. نحيدو حتى السؤال اللي قريب لها هي خويا سيمو يو كان واش خدام في المغرب؟ لا خدامين بها الخوت في الجزائر فرنسا اسبانيا طاليان امريكان دول اسيا دول الخليج خدامين بها الخوت ايفريوير سي او دو دروب شيبينغ. سؤال اخر كيجي من عند البنات بزاف هو علاش البنات ما كاينينش بزاف في هذا الطومين هذا؟ هي الاختيارات ديالكم. انا قريت في ليسي تكنيك كنا حنا في القسم 36 ولد وثلاثه البنات علاش قداش البنات ما دفعوش؟ هي اختيارات ديالكم راه ما كاين حتى شي فرق ما بين الاولاد والبنات الفرق الوحيد اللي كاين هو الاختيارات ديالكم. ملي كنمشيو ليكونومي في ليسي تكنيك فاش قريت البنات كيختاروا بزاف ليكونومي كتلقى القسم فيه 30 بنت وشي 4 الاولاد العكس القسم هنا حنا. السؤال الاخر خويا سيمو الحاجه اللي درت فيها يديا ما كتصدقش اخويا متفق معك 100% حتى حاجه ما جيت ديرها ما تصدق على حقيتاش داكشي باش كتامن هو داكشي اللي كيطرى في الواقع حاول تبدل اللغه باش كدوي على راسك باش بدي تبدل الواقع ديالك. الخوت راه مهم اللونجاج كيفاش كندوي على راسنا وكيفاش كندوي على الناس على حقيتاش انا كيفاش تقول لي دوي على راسك انا انسان ناجح عايش بخير ما خصني حتى خير الحمد لله ربي رازقني الحمد لله ربي معايا الحمد لله ربي ديما موفقني اللي درت فيها هادشي كتصدق. ولكن سولت بزاف الناس علاش ما كتصدقش علاش درتي فيها يدك ما كتصدقش لان الوقت عيانه وما كاينش الشفاره وما كاين اللي بغى يدي لك وحتى حاجه ما كتصدق في هذه البلاد والبلاد مفاكيه ينعلبوا الوقت وبيان سور داكشي كينعكس على الواقع ديالك. المشكله الخوت هادشي اللي عندك هنا كينعكس على الحياه ديالك هادي هي المشكله قدرت تقول لي هاد الهضره كامله تخرميز غادي نقول لك نتفق معاك على حقاش اي حاجه كانت عندك هنا غادي تطرا في الواقع ديالك تيبان لك هي تخرميز غادي يولي فعلا هي التخرميز داكشي اللي هنا هو اللي غادي يبان. السؤال الموالي اللي كيجي بزاف هو خويا سيمو باغي نخدم في مجال التجاره الالكترونيه ولا باغي نخدم في الانترنت واش ممكن نخدم هي من التليفون ديالي؟ لا ما كاينش شي حاجه سميتها الخدمه ومن التليفون ولا بد خصك بيسي دونك خصك تشري بيسي. شنو هو الحل؟ اشنو هو الحل؟ انت راه ما محتاجش شي بيسي بورتابل واعر ولا شي ايسات طياره ولا شي 64 جيجا في الرام لا محتاج بيسي ديال 500 درهم بون اوكازيون غادي تمشي غادي تجيب ما عرفتش شنو تلقى بون اوكازيون 500 درهم كافيك بيسي واعر. وهاد الهضره هادي ديال البيسي راه ماشي تخرميزه راه جايه من الواقع ديالي قسما بالله الا بديت خدام في الانترنت وجمعت ما يساوي 70000 درهم مغربيه 7000 دولار 7000 اورو وانا خدام بي 4 بنتيوم 4 مدرح عيان يعني الا كان فريمون غرضك تخدم 500 درهم الا مشيتي للبونوكازيون الناس اللي كيبيعوا البيسي بونوكازيون غادي تجيب لك واحد لونيتي سونترال احسن من بي 4 بزاف وغادي تجيب لك واحد التلفزه عاديه مزيانه المهم تقضي غرض وغادي تدوز للخدمه معلم. خويا سيمو هذا السؤال خويا سيمو ارزقي معانا واش المغرب هو احسن بلد في العالم كما كتقول ولا راه عيان؟ بالرجوله انا ديما كنقول المغرب هو احسن بلد في العالم وفعلا هو احسن بلد في العالم شكون اللي عيان؟ الحكومه والناس اللي شادين البلاد كيسيروا. هذا موضوع طويل الاخوان المهم المغرب جا في واحد البلاصه استراتيجيه تيبان لك عنده البوتونسيال كبير ما كتعرفش علاش دوك الناس ما مستغلينوش كتقول تبقى تبطل بزاف د الحوايج كاين شي واحد تيقول لك لا اصلا عندنا الشعب عيان الشعب هو داكشي اللي زرعتو 30 عام هذا احنا كنجنيو
ما عرفتش الخوت واش حنا محظوظين ولا بغانا الله، ولكن المغرب باش ما حسبتي المعادله كيطلع لك المغرب راه واحد الدوله مهمه. تصور الفوسفات اللي عندنا الدول كامله ديال العالم واحد الوقيته ما تقدرش دير الفلاحه الا ما عطيناش، يعني حنا هما اللي غادي نعيشوا العالم من القدام. الخوت غادي نسالي هذا السؤال هذا هنا باش ما نطولش، لان السؤال هذا تيخصو شي لايف وتيخصو شي ساعه ساعتين. ولكن باش ما تفهمش هضرتي غلط عند صحابها شتي حنا بغينا حقنا في الفوسفات وعندنا جوج بحوره وما تقناش حقنا وتخدم الصاد على راسك، ما تسنى لا سياسي لا حكومه، حاجه وحده لا تفكك وتخدم على راسك. راه ما غادي ينفعك حتى واحد. كنشوف الناس هاد الايامات جو بايدن ترامب اي مضفكر فيهم طلع حتى حاجه ما غادي تبدل في حياتك، ما تبدلش حياتك كاع. عرفتي شنو هو اللي باش تبدل حياتك؟ طريقه واحده هو تنوض تخدم على راسك وتديفلوبي راسك وتكون راسك ودوز للخدمه. الدراري حاجه اخرى هي هاد الشيء اللي هذاك لاحظهم ديسكونيكت، كيعرف شي حوايج اللي ما تجي في دو فوالو لعابات الكره المغنيين. ولكن الا سولتي على حاتم زغلول لا، رشيد اليزامي لا، ايلون ماسك شكون هو ما يعرفش، جيف بيزوس شكون هاد الساط هذا برو. احسن طريقه باش ديفلوبي راسك بالزربه هو شوف شي قدوات، يعني خاصك تقرا لوتوبيوغرافي ديال بزاف ديال الناس، ماشي فنانين ومغنيين وانما الناس اللي قدموا شي حاجه للبشريه ولا الناس اللي نجحوا في هذه الحياه هذه، وتختار واحد جوج ثلاثه حتى 10 خد. والسؤال المعجزه الاخر هو وي خويا السيم واش ممكن نبدا الايكوميرس بصفر درهم؟ بحال كتقول لي اخويا السيم واش ممكن نمشي نكري محل ونبدا شي تجاره بصفر درهم؟ بحال كتقول لي اخويا السيم واش ممكن نصبغ شي حيط بلا صباغ؟ الخوت عندك ميزه في التجاره الالكترونيه وممكن تبدا بواحد راس مال صغير بزاف، ولكن بصفر لا ما يمكنش. الصفر عنصر ماس ما كيعطي والو، ولكن شحال هادي كان ممكن خاصك تمشي تكري محل وتجيب الحوايج داكشي كيكلف فلوس بزاف عكس التجاره الالكترونيه. كنعرف ناس حاليا ناجحين كيدوف في الملايين، بداو التجاره الالكترونيه ب 500 درهم 1000 درهم 2000 درهم، كاين اللي بدا ب 10000 درهم، كاين اللي بدا ب 50000 درهم. كنعرف واحد السيد ولد كازا بدا ب 300 درهم والسي دي جي حاليا شرات 15% من الشركه ديالو ب 3 المليون ديال الدرهم. كنقسم بالله الاخوان لو واحد السيد من كازا شرات من عنده السي دي جي صندوق الاذاعه والتدبير المغربي 15% من الشركه ديالو ب 3 مليون درهم، هذا الدري بدا ب 300 درهم، بدا الشركه ديالو في الاول في الاساس ديالها بدا ب 300 درهم، يمشي يشري سلعه ويمشي يبيعها. شحال هذه الاخوان كان مستحيل تدوز من شي فلوس قليله للملايين في واحد العامين ثلاث سنين تولي انت كدوف في الملايين، مستحيل. ولكن التجاره الالكترونيه نزلات داك السقف، حاليا اي واحد ممكن يحل متجر ويجيب سلعه ويحطها وتباع في الانترنت. خويا سيمو واش يو كان كتخدم للدروب شيبين؟ الاخوان راه فيها سترايب وفيها باي بال وفيها كلشي، خدامه للدروب شيبين والدراري كيشيفروا بها في اوروبا وامريكان واستراليا وكندا واليوكي، خدامين بها الدراري. وهاد السيمانه الاخ مصعب بارطاجا واحد الفيديو ديال خدا واحد الشاب وعلمو التجاره الالكترونيه وبدا معاه حتى بدا تيدخل 2000 درهم في النهار. كانوا خدامين دروب شيبين في امريكان وخدموا بيوكان، لابليكاسيون كانوا كيوريو ديال يوكان وكلشي اللي كانوا كيوريو ديال يوكان. واحد السؤال خويا سيمو تدعو على الفلاحه والحرب اللي جايه ما جايش على الفوسفات جايه علمها، شوفها معلم الارض كيفاز كوش وانا كيفاز. داك الشيء داك الفيلم طارف افريقيا وطارف اوروبا وطارف الامريكان، دول اسيا عندها الماء عندها الفائض لدرجه الناس كيسبوا الشتاء ما بغاوها. ما عادش تيق هذا الفيلم هذا، خصك تجي لدول اسيا وتبان لك الارض فازقه والشتا كثيره يوميا وبنادم كاره الشتا وما حاملهاش وكيسبها والناس مسكينه دايره كراسو كتبيع وكتجي الشتا كتصب لهم تيحيد كاسكيطو كيضربها مع الارض وتيسب الشتا ما حاملهاش ولاصقه الشتا. شفتوا الخوت شحال غريب هذا العالم هذا، شي كيطلب الشتا وكيرغب الشتا ما لاقيهاش تيتمناها وما لاقيهاش، وواحد تيسب الشتا ولا عند الشتا وعنده الشتا كثيره. ولكن اللي نقول لك اخويا هو هاد الناس في قلوبهم الخير، في قلوبهم الخير وربي عاطيهم بلا حساب. حاجه اخرى الاخوان هنايا واحد الامن خطير، راه تتشوفوا غير الخلايا الغابه، انا كنت مشاي في الغابه دابا والخلاوي بوحدي وجوج الليل هادي جوج قسمين عندكم دابا الثمانيه وشي 2000 درهم في جيبي والتليفون ما كاينش اللي يوقف عليا كاع ما كنبرزش راسي. حاجه اخرى مهمه ثقافه الجافراس، هذا بار هذا حال والناس حاطه الشراب دابا الليل جوج الليل وهذا حيت المسلمين فاش انا كاين، ولكن المسلم هو مسلم انا مسلم انا ما نمشيش نسكر، ولكن هو جود لاك ليه الله يعفو عليه احسن ما يمكن تقول، ماشي تحكم في الناس. واحد الحاجه حتى هي في ثقافه جافراس كي حيت المسلمين والناس مسلمين وكتجي بنت لابسه شورت طالع الماكسيموم اللي ممكن يطلع ولابسها من هنايا، ولكن انا مسلم وانت مسلم خصك انت تجافراس ما يمكنش تحكم في الناس، اللي بغى يدير شي حاجه جود لاك. هادشي الاخوان كاينين في دول اسيا، لان الطريقه باش دخل الاسلام لدول اسيا طريقه زوينه، لان جاو تجار وجاو ناس اللي واعرين وفهمتي كانوا اخلاق والناس تعجبوا بهم، وملي دولوا لهم على الاسلام اقتنعوا به، يعني دخلوا الاسلام عن قناعه ماشي بالارغام. سؤال اخر كيجي بزاف خويا سيمو، انا ما عنديش مع لونجلي وما عنديش مع الفرنسي، واش ممكن نخدم؟ فعلا راه الاخوان خدامين في المغرب باللغه العربيه وكاين اللي تيدرج كاع بالدارجه خدام، كيقاد الاشهار بالدارجه وكيقاد السيت ديالو والمتجر ديالو بالدارجه.
كنعرف ناس فاتوا المليون ديال الدولار وجوج المليون ديال الدولار في المبيعات باللغه العربيه في شمال افريقيا وفي الخليج، وغادي نستقبلوا ناس منهم داروا اكثر من مليون دولار بيو، كان غادي نديروا معاهم انترفيو فيما بعد ملي نرجع للمغرب، ويجيب لك ناس ما عندهاش مع اللغات الاخرى. حاجه اخرى الاخوان، راه ما كايناش شي حاجه ما عنديش مع الفرنسي ولا ما عنديش مع الانجلي، اي حاجه ممكن تعلمها، راه ما زادوش الناس معلمين، ولكن كتانفيستي الوقت وراه السنين دايزه دايزه، غير انفيستيها في تعلم شي حاجه اللي ترجع لك بالنفع. الانجلي مهمه، غير حاول تعلمها. صافي اخويا السيمو شكرا، ما بقيتش باغي نتعلم الانجلي على حقيتاش ممكن نخدمي بالعربيه. لا، الانجلي تنفعك فين ما سافرتي في العالم، سواء مشيتي لبالي، سواء مشيتي لماليزيا، سواء مشيتي لتايلاند، سواء مشيتي لاستراليا، سواء مشيتي لانجليز، سواء مشيتي لكندا، سواء مشيتي امريكان، هتخصك الانجلي. هانا الخوت، شوفوا الشتا، شوفوا الشتا، الشتا كتبان على حقيتاش جيت تحت البوله، على حقيتاش ملي كنكون غادي بحالك وما كتبانش الشتا. راه الخوت راه من الصباح في الشتا، راني كنتمشى في الشتا ملي خرجت شي ساعتين، دابا كنتمشى والشتا عليا. هاد الناس عطيهم ربي الشتا بلا حساب. الخوت جوج ونص ديال الليل وهي بوحدي كنتمشى في الشا، سمع سمع صلاتي فازقة وساردة معلم، والامن ما كاين اللي تجي لك لا تليفون كلا رزقك، الحمد لله. هذا الشيء هو اللي بغى الانسان في الحياة الاخوان.